قديرة أحد اللاعبين المحترفين المصريين في الدوري البرتغالي، قائمة كبيرة قوي من اللاعبين بيلعبوا في الدوري البرتغالي. انطلاقة حلوة ومحاولة هنا من جانب اللاعب أمامنا علي معلول، هجمة خطيرة، فخر الدين بن يوسف، شوف السرعة وفخر وسجل فخر الدين بن يوسف. هذه أمامنا الهجمة عملها من ورا اللاعب أحمد سعيد أوكا، الاختراق من العمق، مركزين قوي منتخب تونس على العمق الدفاع المصري، وفخر الدين بن يوسف يتقدم هنا للمنتخب التونسي بعد 14 دقيقة. نقدر نقول تونسية الركنيات الأربعة، الضغط التونسي المتواصل، اللعب على المساحات، وادي أمامنا هنا خلاص طلعوا حسام غالي بره اللعب والنني بره اللعب، وأحمد سعيد هو كان دفع، والتغطية العكسية متأخرة من محمد عبد الشافي، هي جملة من الأخطاء، جملة من عدم التجانس وعدم الترابط، لكن فخر الدين بن يوسف عملها من خلف أحمد سعيد أوكا وانطلق وحطها على شمال شريف إكرامي، هدف تونسي ملعوب الحقيقة بعد مرور 15 دقيقة من أحداث هذه المباراة. هدف تونسي ملعوب، وأمامنا هنا بقى ردة فعل المنتخب المصري، نشوف الوقت اللي بيمضي وربع ساعة والتقدم لمنتخب تونس حتى الآن في هذه المباراة مع المنتخب المصري.